توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.